بجدد التحية بحضراتكم، وزي ما نوهت قبل الفاصل وفي أول الحلقة النهاردة احنا مخصصين الفقرة دي يتعلق بقانون الرؤية، وقلت لحضراتكم ان حوالي 7 مليون طفل في مصر بينطبق عليهم قانون الرؤية. ايه هو الحق للأب في ان يرى أولاده، يعني الأطفال الصغيرين؟ هذا الحق أيضا بيكون عند الأم أو الزوجة المنفصلة لو تزوجت والأب خد الأولاد، من حق الأم أيضا ترى. كان في قانون قديم كان محدد هذا الحق بثلاث ساعات، في قانون تحت الدراسة أو التشريع من البرلمان يرفع هذا الحق ويزيد عدد الساعات. خلينا بقى نفتح الموضوع، وفي الجزء الثاني من الفقرة هنفتح تليفونات لحضراتكم اللي عنده أسئلة وعاوز يتفاعل معنا في هذه الفقرة. في البداية برحب بضيوفي الأعزاء، الأستاذ أسامة مرتضى المحامي والمستشار القانوني، أهلا بحضرتك. أهلا بيك يا صاحبي. وأيضا ضيوفي الأعزاء الأستاذ إسلام بهناسي، أب متضرر من قانون الرؤية، أهلا بيك أستاذ إسلام. أهلا بحضرتك. والأستاذ حسين متولي متحفظ على مفهوم فكرة أن يكون هناك قانون ينظم العلاقة للأب على أنه يرى أبنائه، صح كده؟ أهلا بيك. تمام. أهلا بيك. طيب خلوني أروح في البداية، لا نبدأ الأول بصاحب المشكلة أستاذ إسلام. أهلا بحضرتك. الموضوع وحضرتك وبدون الدخول في يعني أمور خاصة، لكن أنت انفصلت عن زوجتك وأنت أنجبت قد إيه؟ طفل واحد علي عنده 3 سنين وشهرين وأربع أيام. في الثلاث سنين والشهرين والأربع أيام دولت أنا شفته حوالي 20-30 ساعة. لحظة، حضرتك انفصلت بعد ولادته بقد ايه؟ بعدها بحوالي سنة مثلا. سنة، يبقى هو طول حياته اللي هو الثلاث سنين والشهرين دول أنا شفته فيها حوالي 20-30 ساعة. فالمشكلة في مصر في قانون الأحوال الشخصية اللي هو بخصوص الرؤية إن الأب ملوش إلا ثلاث ساعات في الأسبوع يشوف فيهم ابنه. طبعا الحق لا يعني حقي إن أنا أشوف ابني ده مش محتاج إن أنا أثبته أو أبرره. حقي ان انا اشوفه في اي وقت، حقي ان انا لو ربي. العلاقه بينك وبين طليقتك علاقه جيده فندم ما كنتش هتروحوا للقانون، صح؟ الطفل ما جاش من الام فقط، من الام والاب. الام والاب، الاب في القانون المصري ملوش اي دور. ان انا اقعد طول عمر الولد اشوفه ثلاث ساعات في الاسبوع ده امر يعني غبي. انت بتشوفهم ازاي يعني؟ بتتصل بام الطفل؟ لا يا فندم، لا يا فندم، حكم محكمه واروح الجنينه حديقه الطفل اقعد مع الطفل يا جم يا ما جوش. وارد ما يجوش 10 15 20 مره سنه واثنين وثلاثه واربعه. في اباء كتير في مصر بقالهم اربع سنين وخمس سنين وعشر سنين ما بيشوفش طفل، لان القانون ما بيديهاش العقاب الرادع انها تخليه تجيبه. لما انت ما بتشوفوش بتروح تعمل ايه؟ ترفع قضيه او ثلاث حاجات يا فندم؟ بروح يا اما تعمل اسقاط حضانه، ودي بتاخد متوسط من 7-8 سنين وفي الاخر ما فيش قاضي بيديها لان بيقول طبعا ان الحضانه للام. حاجه تانية لا اسمها جنحه عدم تنفيذ حكم قضائي، دي في الاخر بيديها 50 جنيه غرامه. تالت حاجه تعويض مدني، بيديها تعويض 1000 جنيه، بيديني انا تعويض 1000 جنيه ان انا ما شفتش ابني. فطبعا الموضوع غير رادع. ايه يعني ادفع 50 جنيه؟ على 1000 جنيه؟ ايه يعني ادفع 50 جنيه ولا 1000 جنيه وما تعبش دماغي وانزل في الحر وفي البرد اروح اوري له الولد؟ يا فندم ان انا اخد ابني ده اقل من تكلفه التاكسي لو بالظبط. ان انا اخد ابني واقعد بيه جوه سور جنينه مش عارف اخرج اجيب له حاجه بره سور الجنينه، انا قاعد في سجن بالمكان ده. أيوة، ما ينفعش تاخده وتخرج. انا قاعد في سجن، انا ابني لحد النهارده ما خرجتش بيه في الشارع. ابني لحد النهارده ما نامش جنبي. ابني غير مسموح ليك تاخده البيت ينام في حضنك؟ لا يا فندم، انا اهلي كلهم بالاجماع ما حدش شافه الا في الصور. طب ده يرضي ربنا؟ طب صله الارحام فين؟ طب تخيل حضرتك بقى ان في اب تاني مراته توفت، كويس، وفي نفس وضعي اللي هو الاب الارمل. لو مراته توفت لاي سبب مش بياخد الابن، بيجي جنبي لا يا فندم حماته تاخد الطفل وهو ما يشوفش ابنه الا في الرؤيه برضه. طب انهي منطق؟ احنا المفروض في دوله قانون. طب بنقول نعدل القانون، هو ماذا يمنع ان انا اشوف الولد واخده بيتي لمده يوم او اتنين؟ خاصه ان انت ابوه يعني. يا فندم يعني انا ابوه. لا يوجد شخص. هذا حقي. هذا حقي. ده حقي ان انا اخده بيتي واهلي يشوفوه وجده يشوفه وجدته تشوفه وعمامي واهلي كلهم يعرفوه، تمام، يعرف عصبه.
ده هيطلع ازاي؟ وكيف ستنشأ ايضا صلة الرحم بين الابن وابوه لما يكبر؟ مش الاب ده هيقعد يكبر والابن ده اللي هيرعاه في كبره، حاجات كتيره هيرعاه ازاي اذا كان مفيش تراكم عواطف؟ الاباء المطلقين والارامل في مصر مقطوعه ارحامهم. مقطوعه ارحامهم، دي حقيقه. تمام. وللاسف المشرع المصري عندنا 500 نائب في مصر لفيت عليهم كلهم، كويس؟ مفيش حاجة، ما عندناش إلا قانون واحد اسمه قانون حزب الوفد، متقدم من شهر 4 اللي فات، ولحد النهاردة المجلس موقف مناقشته. تمام. المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع نائبات مجلس النواب بيطلع قوانين مش عارف، يعني قوانين دي مالهاش علاقة بينا. يعني النائبة عبلة الهواري لما تطلع قانون من حوالي أسبوع، تقدم قانون من حوالي أسبوع بتتكلم عن الخطوبة وبترفض فكرة ان انا اخد ابني يوم في الاسبوع، وبتقولك اديهم 5 ساعات. يعني ايه اديهم 5 ساعات؟ خلينا نروح ليه استاذ حسين متولي، وحضرتك متحدث رسمي باسم حملة تمرد قانون الاسرة ضد قانون الاسرة المتضرر. تعليقك، يعني انا شايف ان حضرتك قلت لي قبل ما نطلع هو انك متحفظ على المبدأ العام بفكرة ان يكون هناك قانون للرؤية، وايضا اتحفظ كمان على فكره ان انا اب متضرر، لانه المتضرر من عدم تربيه الطفل مع ابوه هو المجتمع والدوله. أكيد. وفي تقديري انه لو تقارير امنيه رجعت لسيادتك ولينا احنا كصحفيين حتى حوالين ابناء الشقاق، ماذا فعل بهم داخل التيارات التكفيريه اللي بتفجر فينا هنا وهنا، هتكتشف ان كل الرؤوس الحيه الكبيره اللي موجوده داخل هذه الجماعات هم ابناء شقاق في الاساس. وبالتالي طبعا ده بخلاف طبعا مجموعات الشواذ اللي طلعت مؤخرا بشكل او باخر، وعصابات الاتجار في الاثار والمخدرات وغيره. يعني احنا ما اتمناش ان طبعا يكونوا ولادنا كده خالص بالمره، لكن انا بتعامل مع الواقع، مع الرقم ده، الرقم المؤلم والموجع جدا لارقام الطلاق وايضا ارقام اطفال الشقاق في مصر، وابدا اسال سؤال مهم جدا لكل حد: من مصلحه مين انه طفل يتربى بعيد عن ابوه او امه؟ هي دي مساله. الحاجه الثانيه هي علاقه الزواج والطلاق فيها كلمه الولاد، يعني حكم الطلاق مثلا اللي طلع بين زوج وزوجه اتكتب فيه ان هما اتطلقوا والولاد كمان اتطلقوا؟ ده سؤال مهم جدا يتحط قدام المشرع، اللي الحقيقه لما يجي يقول لي ان هو استخرج من الافكار التشريعيه بتاعت المؤسسات العقابيه في اعتى الدول اللي ممكن تمارس نوع من العقاب على الطفل او على الانسان حتى، فجاب فكره انه الطفل يعاقب بانه يروح يتشاف جوه سور مع ابوه 3 ساعات، وانه كمان هذا الحق يوضع في يد احد الطرفين سواء كان الاب او الام. دي حقيقه الاسئله اللي احنا بنطرحها على المشرع. الحقيقه طبعا انا الحقيقه استاذ محمد انا كنت جاي النهارده وكان عندي توقع اني اشوف نائبات قيل لي من الاعداد ان هم يكونوا موجودين، واحنا تمنينا رئيس اللجنه التشريعيه يكون معانا النهارده، وهم الحقيقه كمان يعني كانوا طرحين في مجلس قومي المراه، عارضين على البرلمان مشروع قانون نائبه عبد الهواري، ونشرت عنه تفاصيل في من اسبوعين انا تابعتها وعلقت عليها، وايضا عدد من المنظمات واللجان النسائيه داخل عدد من الاحزاب اليساريه طلعوا مشروع قانون موحد الاحوال الشخصيه برضو زي مشروع عبد الهواري نفس الطريقه. كل الكلام اللي فيه ان احنا ممكن نسمح بالاستضافه، اللي انا اصلا ضد اللفظ ده ومتحفظ عليه تماما، يعني بالظبط كده بيستضيف ابنه ده بيت ابوه. فسيادتك يعني ايه المشروع ده بيقول لك فيه انه حتى الاستضافه ده تكون بموافقه الحاضن والمحضون، الحاضن والمحضون، القاصر يوافق والأم كمان توافق. الأمر الثاني هو تساؤل مهم جدا، هو مش الرؤية المعيشة بين الأبوين هو حق مين؟ حق الأب ولا حق الطفل نفسه؟ هو حق الطفل والمجتمع. في تقديري أنا شفت طبعا حالات كتيرة جدا جدا، يعني حد صديق ليا كان بيصرخ في التليفون من 10 سنين إنه طليقته كانت بتعلم ابنه إزاي يشتمه في التليفون، يشتم أبوه في التليفون. دلوقتي الولد بقى عنده 15 سنة بيمسكها يحطها تحت جزمته في البيت، بيحط أمه تحت جزمته في البيت، واخد بال سيادتك؟ الطفل محتاج لحاجتين، لتربية ورعاية ولإحكام وضبط وسيطرة. الأب ربما يملك الجزء الثاني في هذه المسألة، وخصوصا مع سن المراهقة اللي للأسف شديد تأثير السوشيال ميديا والتفاصيل الكتير بتاعة التكنولوجيا على سلوك الناس عاملة ازاي. الناس اللي بتتكلم على مرجعية حقوق الإنسان أنا بفكرهم باتفاقية حقوق الطفل، وأنا الحقيقة مستغرب أنه الناس بتاعة منظمات النسوية
هي اللي متبنية فكرة التحكم في مستقبل الأطفال. وفي المقابل منظمات الأطفال والمجلس القومي للطفولة ما بيجيبش سيرة خالص الطفل في حقه أنه هو يتربى في جو نفسي صحي حتى بعد الطلاق ما بين الأبوين، إلا أنه اتفاقية حقوق الطفل المادة التامنة بتقول إيه؟ اللي هي أصلاً دخلت حيز النفاذ 102/9 سنة 90، تتعهد الفقرة الأولى، تتعهد دول الأطراف باحترام حق الطفل في الحفاظ على هويته بما في ذلك جنسيته واسمه وصلاته العائلية. وصلاته العائلية طبعاً طبقا للدستور التشريعات اللي مصر صدقت عليها هي اصبحت جزء من التشريع الداخلي ولا بد ان يؤخذ بها. هل تعتقد استاذ محمد انه 3 ساعات جوه سجن اسمه مركز شباب ينفع يربي فيه بني ادم ابنه ده تسلل او ينقل له قيم واخلاقه؟ طبعا طبعا. الامر الثاني ايه هو؟ الامر الثاني ايه هو؟ هو انه هو الابن ده ليه عند ابوه الاب بس ولا الاب والجده والعمه والعم وولاد العمة وولاد العم وله عصب زي ما بنقول؟ هذا القانون المتخلف الحقير اللي بيحكم العلاقة بين الأباء وأبنائهم دلوقتي ده قانون حقير واللي حطه حد طاغوتي جدا جدا. خلينا نروح ليه الحقيقة. أنا هقول بس كلمة صغيرة جدا. لما يكون عندنا في المقابل إذا كان المشرع عايز يرضي المطلقات فبيرفض في الوقت نفسه إن هو يحن على الجدات والعمات ويوافق لهم حتى على إن هم يرعوا هذا الطفل عشان يعيش في جو عائلي مناسب. الحقيقة هروح ليه الأستاذ أسامة مرتضى المستشار القانوني، هي من أين جاءت فكرة أن الطفل الأب يشوف ابنه 3 ساعات؟ يعني ده القانون، القانون نص القانون، بس هذا القانون قديم منذ 20ات القرن الماضي بالضبط من سنة 1925. يعني وانا بعمل قوانين الاحوال الشخصيه من سنه 1925 مع تعاقب تعديلات كتير اتحطت على قانون الاحوال الشخصيه في اجراءات او في مسائل قانونيه لغايه القانون 100 الوضع بيختلف. وعلمت وانا عمال ادور واعمل بحث في بعد الحلقه ان ده واخدينه من قانون امريكي، يعني اللي هي فكره جزء منه جزء منه قانون امريكي وجزء منه قانون فرنساوي. ما انا مستغرب، يعني احنا عندنا حاجات برضه تتعلق بحاجات اسمها صلات رحم. بقول لحضرتك فكره القانون بخصوص الاساتذه، الحاجات كتير اللي هم طرحوها دي، كل موضوع من الاساتذه طرحوهم مشكله قنبله موقوته، قنابل موقوتة موجودة فعلا في القانون. محتاجين لها تشريعات، بس قبل التشريعات محتاجين تقنين الوضع الأسري في المجتمع المصري. ازاي؟ الأسرة نفسها، احنا عشان نوصل لمرحلة محكمة ونوصل لمرحلة طراء ونوصل لمرحلة حق الطفل وحق الأم وحق الأب، قبل دول خالص لازم نعالج البيئة اللي بينشأ فيها الأطفال أو البيئة الأسرية في حد ذاتها، التعليمية في حد ذاتها، لان احنا البيئه دي هي اللي بتكون العصب الاجتماعي اللي بنصرف فيه القضايا. بمعنى ان الطفل ليس له علاقه وملوش ذنب في اختيار الاب والام ان ده ابوه او دي زوجته او دي امه. الطفل ملوش اي ذنب على الاطلاق في المشاكل الاسريه اللي نشات بين الطرفين بعد الزواج. الطفل ملوش ذنب في وصولهم الى الطلاق. الطفل ملوش ذنب في التعنت او التعامل باسلوب غير راقي وغير ادمي وغير محترم بين الطرفين في سباب وشتيمه ولجوء لمحاكم ولجوء لقضاء والافتراء. الطفل بريء من كل ده. الطفل بريء عن كل ده، كل ده تماما. الطفل بيلاقي نفسه هو في الاخر هو الضحيه لكل هذه العوامل واللي بيسقط عليها الخلافات والمتقلقين واللي بيتم فيها التعامل من الام والاب اللي مش قادرين يعني خليها في البلد كده مفيش شغل لهم في حد الا في هذا، بيستخدموا الطفل كورقه ضغط، كورقه ضغط لا اكتر ولا اقل. زي ما قال الاستاذ اسلام 3 ساعات في 3 ساعات كل اسبوع الطفل اللي بيشوف ابنه ده لو شافه في حالات كتير ما بيشوفوش، معناها انه يعني 6 ايام في السنه. تخيل اب يشوف حسبتها 3 شهور كل 15 سنه 90 يوم فعلا 90 يوم كل 15 سنه. يعني اب يشوف ابنه 90 يوم خلال 15 سنه لا تربيه ولا توجيه ولا نصح ولا ارشاد، ده كله مرتبط عند من الطفل. طيب هم في الاخر المحكمه تطبق قانون وضعه مشرع، ليه احنا طوال عشرات السنوات لم يتم تغيير هذا القانون؟ محتاجين قبل ما نطور القانون دوت برضو للرد على الاساتذه ورد على السؤال كتير، محتاجين ان اللي يحط القانون او اللي يتقدم نص القانون او التشريع او يتم مناقشته، اولا مناقشه مجتمعيه المجتمع كله يتعاون فيها، اباء وابناء، ابناء من سن صغير ابدا
اشوف ظروفهم الاجتماعيه اتربوا ازاي بيسمعوا ايه، اخد الدراسات نفسيه واجتماعيه واسريه على حالات كتير عشان اقدر احط نص قانوني يقدر يتوافق مع المستقبل مع الاولاد ومع الاسره. يعني محتاج ادرس ده كله. للاسف احنا هنا بنوصل لمرحله ان التشريع بيتعمل جامد بدون دراسه خلفيه، بدون دراسه مجتمعيه، بدون دراسه انسانيه ونفسيه للظروف المجتمعيه اللي احنا عايشين فيها. ده بيكلموا في القانون الجديد هيزودوا ساعتين بس، هي دي المشكله، هو ده التعديل يعني. لا لا ده تعديل، مش انا من حقي كأب ابني ينام في حضني يوم على الاقل؟ ومن حقك انك مش تستضيفه، تصطحبه. يعني التعديل اللي كان عمله حزب الوفد على نص كلمه استضافه، اسافر بيه الساحل يومين، اصطحاب يعني. اصطحاب حزب الوفد تنبه للنقطه دي وقال بدل ما يتكتب استضافه اصطحاب. هو الاب حتى يعني كلمه اصطحاب ابنه يعني لا كلمه لان ده بيت ابوه يعني. كلمه اصطحاب اخف ضررا واقعا على نفسيه الطفل في نص القانون من كلمه استضافه. فمن حقه ياخده معاه ويسافر معاه ويقعد معاه، بس امتى؟ اما تبقى العلاقه بين الطرفين علاقه ما تؤديش بهم الى الوصول الى المحاكم. هو كل نسب الطلاق، وانت محامي في هذه الجزئيه، كل المطلقين اغلبهم يعني لازم يوصلوا الى اللقطه دي هنا في مصر؟ اكثر من 90% من حالات لكن نادرا لما بيبقى الزوجين بينهم تفاهم. بينهم تفاهم، وبعدين الزوجين بينهم تفاهم في نقطه معينه، انا مش طالب منهم غير ان هم يتفاهموا على مصلحه الطفل بس. بس انتوا خلافاتكم الشخصيه، مشاكلكم الشخصيه، دخلتوا المحاكم انتوا الاثنين مع بعض، تعبتيه تعبك، الكلام ده كله انتوا حرين انتوا الاثنين. لكن على الاقل خالص اما تيجي توصلوا لمرحله ان انتوا بتربوا طفلكم وعايزين ينشا في بيئه صحيه ويطلع انسان صالح لنفسه ولمجتمعه وما يقررش الاخطاء اللي تمت في مجال الاسره عندكم، تعاونوا في ده. عشان كده كان في مقترحات كتير. يعني في مقترح جالي النهارده وانا بتناقش مع الناس على موضوع الحلقه واقول لهم، يعني انا النهارده طرحت على اصدقاء كتير ليا، قلت لهم النهارده في حلقه كذا كذا، قولوا لي افكاركم، عايز اسمع منهم برضو الناس. ممكن في النهارده مطروحه جات لي، ما تتربط حق الرؤيه بحق النفقه. يعني طالما الزوج، طالما المطلق بيوفر لابنه اجر، مسكن، نفقه معينه، يبقى النهارده من حقه يشوفه ويصطحبه معاه ويقعد معاه لانه ادى ما عليه للطفل. فبالتالي على الام ان تؤدي ما عليها وتخلي ابنها يروح، يعني تبقى العلاقه متبادله، ما تبقاش دي نقطه ودي نقطه. اخد الحق ده واروح لاسلام. اولا انا بعترض على جزء قاله استاذ اسامه، هو استاذ قانوني فوق دماغنا طبعا، ولكن هي اصلا النفقه مقرره علينا. يعني النفقه الاب عليه حوالي 8 او 9 انواع نفقه، لو ما دفعهمش بتحب الشهر، ولو اتحبس الشهر وطلع ما دفعش يتحب السنه، ولو اتحبس سنه وطلع ما دفعش يتحب السنه تاني. هو بيتكلم تحديدا على نفقه يعني الانفاق على الطفل. ايوه يا فندم، وانا بتكلم على الانفاق على الطفل. ما هو دي نفقه، دي يعني دي حاجه لوحدها يا فندم، نفقه ماكل وملبس وبعد كده هي كلها نفقه. انت ملزم كاب حلو بكفاله هذا الطفل من الالف الى الياء، لانه من حقك بقى تشوف. هو بيقول مقابل انا هذا الالزام اللي القانون الزمني بيه، انا اصلا ملزم. يعني انا قصدي في المقابل اخد حق ادائك. مش عايز بس في حاجه صغيره، بس هي فلسفه القانون اللي بتبنى على فكره انه الرؤيه او المعيشه بتاعت الطفل هي حق للاب وليست للطفل، دي فلسفه قانون غلط. يعني الطفل حقه انه يعيش مع ابوه وانه ينفق عليه من ابوه. فاحنا لو في سبب ما نتيجه صراع في المحاكم على نفقات، ان الام تعطل حق تاني للطفل جنب النفقات، ان هي تحرمه من ان هو يشوف ابوه، فاحنا بنقص الطفل هنا. بعد اذنك هو هنا الموضوع مش كده. خلال سيادتك بعد اذن حضرتك الموضوع مش كده، الموضوع ان حق الرؤيه حق مقرر للطفل، حق مقرر للاب. تمام؟ حق الانفاق مقرر لمين؟ للابن. للابن على الاب. تمام. انا النهارده الاب ممكن ما يصرفش على الطفل ويلجا انه يرفع قضيه رؤيه. خد كلام بس الاخر، ويرفع قضيه رؤيه، ما يصرفش ويرفع قضيه ايه؟ رؤيه. تمام؟ انا بربط الحقين ببعض عشان يبقى الزام على الام وعلى الاب. يعني انت لو انت عايز يعني اقرر الحقوق ساعات بس ساعات في حاجه صغيره. اذا اديت انت كاب حق الطفل بالانفاق عليه، فلازم اعطيك اوتوماتيكيا بدون سماح. هي ازمه القانون ده حاجه يا استاذ احمد، هاخد بس تعليقين قصير دون ان تقطع. ازمه القانون ده في ايه؟ ازمه القانون ان هو خد كل حقوق الطفل
حطها في ايد احد الطرفين اللي هو الحاضن اللي هي ايه الام. اللي هي الام. انت ترى التوزيع، لكن انا في تقديري انه مع انتهاء علاقة الزواج ان حقوق الطفل توضع بالقانون في يد القاضي. يد القاضي هنا تكون مسألة مختلفة. اسلام، 90% من الاباء انت ما ورتنيش ابني هعذبك على النفقة، ده الحقيقة. تمام، وبالتالي محتاجين قانون يزبط العلاقة. انا من حقي ان انا اخد ابني يوم واثنين اطلع بيه الساحل، اسافر بيه، اربيه، تمام، اتابعه في المدرسة، اتابعه في النادي، اتابعه في كل حاجة، وفي المقابل انا لازم اصرف عليه. ولكن ان انت تقولي لي لا احبسك واب يخش يتسجن وهو برضو ما بيشوفش ابنه ومفيش عقاب رادع للام على ده، طب الحضانه في ايد الام ل 15 سنه وعايزين ويخير. طب لحظه، بعد ال 15 يخير ما بين الاب والام، يقف في المحكمه يا يختارني يا يختارها، وطبيعي ان هو يختارها. ولكن المجلس القومي للمرأة، القانون ده هيزيد ل 18، مجلس القومي 18 في مشروع القانون بتاع مجلس القومي، المجلس القومي للمرأة حاليا عايز يزوده ل 18 سنه، وبعض الاصوات بتنادي ل 21 سنه. طب يعني هو بيخش مدرسه عسكريه 11 يا استاذ محمد. يعني هنطلع فاصل قصير، وبعد الفاصل لازم افتح تليفونات امام حضراتكم لان عدد كبير منكم عايز يتواصل ويقول رايه في هذا الموضوع المهم. نطلع فاصل. الهيئة الوطنية للانتخابات، انتخابات الرئاسة المصرية، صوتك وصوتك، رسالة لمصر والعالم، من 26 الى 28 مارس. خلال الأيام والأسابيع اللي فاتت يمكن المصريين انشغلوا بموقف وتصريحات مع أشقائنا في السودان. بتمنى من الإعلام المصري مهما كان حجم الغضب أو الألم من جانب أشقائنا، مش بس في السودان، في أي حتة تانية، من فضلكم احنا بنعكس وبنعبر عن مصر وشعبها وحضارته والقيم وأخلاقيات هذا الشعب. أرجو أن احنا نحافظ على كده، وبقول الكلام ده لأشقائنا في السودان وفي أثيوبيا. مصر لا تتآمر وما بنتدخلش في شؤون حد. احنا لينا سياسة ثابتة الهدف منها هو البناء والتنمية والتعمير. تعالوا دايما ندور على السلام والبناء والتعمير والتنمية، شعوبنا محتاجة كده، مش محتاجة ابدا ان احنا نختلف ونخش في صراع او حروب او كلام من هذا القبيل. احنا ما عندناش مناورات نقول كلام ونعمل حاجة تانية. مصر مش هتحارب اشقاء. كان في مجلس نقابة منتخب من مهندسين مصر بإجماع، فيجب أن يهتم بيهم بالطبقة المتوسطة. فعشان كده فكرنا خارج الصندوق إن احنا نعمل مستشفى كمهندسين نهديها للمصريين، فيها كل عناصر النجاح، فيها العناصر المتكاملة زي كليفلاند، زي هارلي كلينيك، زي إمري ستيت يونيفرسيتي كلينيك، حاجة على أعلى مستوى. إذا ما كانش المهندسين يقدروا يعملوا ده بكل النهاو الجديد والتكنولوجي الجديد، مين اللي هيعمله؟ مستشفى بدر من مهندسي مصر إلى شعب مصر. التبرع على حساب رقم 46746.
مذاكرتنا لا تزال متواصلة حول مناقشة قانون الرؤية. يعني ده المصطلح الشعبي أو الدرج حوالين من حق الأب أن يرى ابنه، لكن القانون الحالي بينظم هذا الحق بأنه مجرد 3 ساعات أسبوعيا. بعد التحية للضيوف الأعزاء اللي بيشاركوا معايا الفقرة، التليفونات متاحة أمام حضراتكم للتواصل معايا، وياريت التليفونات تبقى في صلب هذا الموضوع، يعني لأن خلاص فقرة هموم الناس خلصت من شوية. فأتمنى أي حد يدخل يقدم سؤال أو إضافة لمشروع القانون الحالي اللي بيناقش في البرلمان. نزله. طيب ونزله للتليفونات على الشاشة، مش شايف على الشاشة. معايا على التليفون الكاتبة والمبدعة الكبيرة الأستاذة فاطمة المعدول. مساء الفل أستاذة فاطمة. مساء النور يا أستاذ محمد، أهلا بيك. أهلا بحضرتك. كنت عايز أعرف تعليقك على ما يسمى بقانون الرؤية ورؤية الأب المطلق لابنه في حدود 3 ساعات أسبوعية. والله هو قانون، يعني عاوز أقول لحضرتك إن في حاجة زي كده في القانون الأمريكاني معمولة للأب المغتصب وذو الجرائم الجنسية فقط. يعني حتى لو الأب حرامي، لو الأب مرتكب أي حاجة أو أخلاقه أي حاجة، من حقه يستضيف ابنه يوم وفي الأجازة الصيفية ياخده، لكن حكاية يقعد معاه في الشارع دي لما بيبقى خطر على الولد أو يعني بالذات الجرائم الجنسية. وإن هذا القانون أنا مش هقول ضد الأب ولا ضد أسرة الأب، أنا هقول ده ضد الطفل في المقام الأول وضد المجتمع، لأن في حاجة اسمها المصلحة الفضلة للطفل. أنا كمان عندي تساؤل غريب جدا لما حد يقول لك أصل الدين الإسلامي مفهوش استضافة. طب لما الدين الإسلامي بيطلب من الأب أن يعلم ابنه ويربي ابنه من 7، إمتى هيربيه؟ الستات هاجت وماجت وأنا معاهم لما قالوا تتجوز الطفل يتاخد منها. طيب طبعا لازم يفضل في حضن أمه. طيب لما تتجوز ويفضل في حضنها، يعني جوز أمه أحن عليه من أبوه؟ يعني من حق جوز أمه يسافر معاه في الأجازة، يسافر معاه في الأجازة الصيفية، يقعد معاه يكلمه، والأب مش من حقه يقعد مع ابنه 3 ساعات؟ حضرتك يعني أنت احكم قد إيه هذا القانون ظالم، واللي عامله الحقيقة ما عندوش أي موانة لنفسية الطفل أو نفسية المجتمع. يعني هنا كأن أنا بنعامل الأب كأنه زي زوج العنكبوت الحشره دي اللي بتاكل جوزها بعد ما بتخلفه، يعني ملوش لزوم. طب وهم بيعملوا حاليا قانون داخل البرلمان، حضرتك نعم. حضرتك تقدمي نصيحه للمشرع وهو بيعد قانون جديد بايه؟ نمره 1 الاستضافه تبقى يوم في الاسبوع، يبقى فيه في الاجازات الصيفيه. القانون الثاني اللي برضو مجحف جدا بالاب الحضانه، يعني الام لو مش نافعه لحضانه ابنها يبقى مامتها، مش نافعه مامتها يبقى مامته، مش نافعه مامته يبقى خالته او خالتها او بنت خالته او اخته او عمه. المهم الاب. نمره 7 مين قال؟ يقول لك عشان الستات فاضيه تقعد بيه. طب اذا كانت الستات بتشتغل، وبعدين يعني احنا دلوقتي انا بروح حضانه بنتي، الابهات اللي بيروحوا باولادهم اكتر من الامهات. والله من اول جيلي، يعني انا مثلا جوزي ربى معايا اولادي، فمين قال ان الاب بهذا الجحود او الاب يعني هياكل ولاده؟ يعني انه حتى وسمعت مره حد قال لك لا ياخدوا بضوابط، او يعني دي فيها اهانه مش للاب المصري، دي اهانه للرمز كله، اهانه للاسره، اهانه للمنظومه كلها. لما حد يقول إيه اب يشوف ابنه عشان يبقى حكايه بقى النشأة والمؤخر و و و و و كل ده، بالرغم ان هو مكشف جدا بالراجل، انا موافقه عليه. انا موافقه ان الطفل مع امه مفيش كلام، قولا واحدا الطفل مع امه، ولكن الاب يبقى مشترك في تربيته. في طفل يطلع ما يعرفش غير جنب واحد من عيلته، جنب الام. في طفل يطلع ما يعرفش يعني ايه عمات، ما يعرفش يعني امام، ما يعرفش يعني ولاد عمات. اتفق معاك وبشكرك. يعني هل الجدة ام الاب دي مجرمة عشان مش لازم تقدم عشان تشوف ابنها؟ رؤيتك وضحت الاستاذة فاطمة المعدول. واخد نادي من هنا، اتفضل. السلام عليكم. السلام ورحمة الله.
برحب بحضرتك وبالاستاذ اسامه والاستاذ اسلام والاستاذتين. اتفضل. انا بس عايز اقول كلمتين بس. طبعا الاساتذه يعني بيتكلموا في موضوع قانون الرؤيه وكده. انا اب مغترب يا جماعه، عندي بنتين وعندي ولدين. سمعني يا استاذ محمد؟ اه سامعك يا حبيبي. اللي عاملين بالخارج حضرتك. قانون الاسره اللي معمول في مصر ده حاليا بيدمر الجيل اللي طالع ده جديد، بيدمره تدمير نفسيا ومعنويا وكل حاجه. حضرتك انا اب مغترب، علشان اني انا يعني قانون الرؤيه ده طبعا بالنسبه لي صفر، انا ما بشوفش اولادي، انا بس بسمعهم بالتليفون. عشان اسمع صوت اولادي بالتليفون لازم ادفع، لازم ابعت فلوس زياده. امي قربت تعمى، اقسم بالله العظيم، اقسم بالله العظيم. واتمنى من ربنا ان شيخ الازهر يسمع البرنامج النهارده ويتقي ربنا، عشان الرسول عليه السلام قال من احق بصحابتي؟ فعلى امك ثم امك ثم امك ثم ابوك. اللي بيحصل في مصر ده بصراحه ربنا احنا كده بنتدمر. ما بقاش انا اب مغترب وشايل هم ولادي وانا في غربتي. اقول لحضرتك نقطه صغيره عشان ما اطولش على حضرتك. انا من شهرين عملت حادثه، اقسم بالله العظيم ناس كتير جدا اتصلت بيا، ارن على اولادي عشان اسمع صوتهم، نفسي اسمع صوتهم وانا رايد على السرير المرض في المستشفى. امهم رفضت، قفلت التليفون، ابعت لهم ناس يا جماعه نفسي اسمع صوت اولادي. مش مقصر من مصاريفهم يا استاذ محمد، اللي بيطلبوه لباك لغايه عندهم بيجي لهم، اقسم بالله لغايه عندهم بيجي لهم. مشاكل اختلفنا انا وامهم، ما انفصلناش لسه، هي على ذمتي عامله توكيل ومجهزه كل حاجه تمام على اساس ان هي تروح تشتكي. يا جماعه حرام عليكم، اتقوا ربنا في الاولاد واتقوا ربنا في الاباء، مش كل الاباء ظالمين. اشكرك نادي. عشان ندي بس مساحه لعدد اكبر، محمد من كفر الشيخ اتفضل. الو الو، السلام عليكم. صحة الله، اتفضل استاذ محمد. ايوه السلام عليكم. السلام ورحمه الله، اتفضل. بس على الاستاذ اللي موجودين على حضرتك والاستاذ اللي موجودين مع حضرتك. اهلا بيك. لو سمحت، انا بعاني من نفس المشكله. انا بقالي 3 سنين ما شفتش اولادي. ورفعت دعوه رؤيه ولا مره جم. وقالوا روح اعمل محضر واثبت حاله وعمل كل شيء، ورحت محكمه الاسره قالوا لي اشتكي لربنا، مش هتقول حاجه وهترفع قضيه وتقعد لك 7 8 سنين ومش هتشوف. قسما بالله انا بيجي لي اخبار ان ابني اللي كان بيشرب اللبن ويغسل ايده وينام بيتاجر في المخدرات. ده يرضي ربنا؟ اشمعنى ماشيين في القانون الاسلامي كله في محكمه الاسره الا موضوع الرؤيه والا موضوع ال 15 سنه؟ استلم ابني بعد 15 سنه او 18 سنه متشرد ازاي من الشارع؟ ده ابني، انا ابني بكره بيبعت لي رسائل على التليفون في قمه القباحه، كلام ما يتحكيش ولا يتقال. لان امه رهيبه في الانتقاء. يا جماعه احنا عندنا في مصر نسبه اميه عاليه جدا، ازاي نأتمن الامهات بالطريقه ديت على تربيه جيل كامل ونعاني بعد كده من الارهاب؟ اشكرك محمد من كفر الشيخ. اخد فاطمه من القاهره ثم ام عماد من القاهره. اتفضلي فاطمه. ايوه اتفضلي معاكي. طيب مساء الخير يا استاذ محمد. اهلا بحضرتك. ما بس على ضيوفك كلهم. أهلا. انا جده الاولاد. جده ام الاب ولا الام؟ ام الاب. نعم. انا جده الاولاد. انا بروح انا وابني لينا 3 جمعة ما بيجيبوش الاولاد. يعني في ظلم جامد جدا جدا. وبعدين الرؤيه في مكان بعيد بعيد عليا، انا ست كبيره عندي 70 سنة. ها؟ اروح مع ابني عشان اشوف احفادي؟ انا بيقطعوا قلبي لما يجوا ماشيين. لازم يكون في رحمه، لازم يكون في رحمه في القانون، رحمه على الاب ورحمه على الجده. انا اولاد ابني بيقطعوا قلبي، ولما بيسيبوني ويمشوا من حقي اقعد معاهم، من حقي اخدهم في حضني، من حقي اكلهم، من حقي اشربهم، من حقهم يقعدوا معايا احضنهم. حضرتك لو تشوف منظر البنت والولد وهم بيجروا علينا، يعني منظر يقطع القلب. ما فيش دين ولا اسلام يقول ان الاب يعيط على اولاده والجده تعيط على اولاده. نعم. وهو جدهم واخدهم وماشي ليه؟ حرام. اشكرك حاجه فاطمه. اخد ام عماد من القاهره اتفضلي. الو. ايوه مساء الخير. اهلا بحضرتك اتفضلي.
مساء الخير يا استاذ محمد. اهلا بيك، اتفضلي. انا ام عماد. ايوه اتفضلي. انا جدة الاولاد. نعم. ابني معاه حكم رؤيه من 2011 ولحد دلوقتي الام متعنته، المطلقه متعنته، ما بتبعتش العيال. راح المركز طوال 7 سنين كامله. من 2011. وبعدين قالوا له اعمل خدهم عن طريق الاسم او كده، او بلغ او اعمل حكم. فابني قال لا، ما عقدش عيالي، ومع ذلك برضه واخده جميع حقوقها، واخده جميع حقوقها. انا مش بتكلم عشان حاجه، انا بتكلم بس عشان تعرفوا ان في ستات شكلها كده، ستات عامله كده، لا بتوري لي العيال ولا بتوريهم لابوهم. والبنتين، واحده في ثانيه اعدادي واحده في ثانوي. حرام حرام والله. انا مقدر طبعا انفعالك، وربما تذهب كل هذه الاهات والالام الى مجلس النواب، وتحديدا اللجنه التشريعيه اللي عندهم قانون حالي بيعدوه، واللي ضيوف الاعزاء في الاستوديو بيقولوا لي انهم عايزين يزودوا حضانه الام من 15 الى 18 وربما ل 21. هرجع ليه، انا هكتفي بس بالعدد ده من المداخلات، لان هيبقى كل مضمون المداخلات واحد، هي الشكوى والاحساس المرير من قبل الاب وامه اللي هي جده الاولاد للاب بين الحزن الشديد لانهم مش عارفين يشوفوا الاولاد. استاذ اسامه، لو عملوا لجنه استماع في مجلس النواب وحضرتك كنت موجود في اللجنه، تقول ايه للجنه التشريعيه وهي بتعد قانون جديد للاسره؟ هقول لحضرتك يا استاذ محمد، انا هرد على الناس دول. هاخد الناس دول، هم دول عينه الواقع عليهم الضرر، الواقع عليهم الضرر، عينه من المجتمع بتبين ايه اللي بيحصل في المجتمع كله. الجده اللي مش قادره تشوف اولادها، الاب اللي واخد حكم من 2011 ده القانون عالجه، ده القانون عالجه، قال اذا الاب الام تعنتت وما نفذتش حكم الرؤيه من حقه يرفع دعوه بنقل الحضانه، سلب الحضانه منها وتروح لمن يليها في الترتيب، ولمن يليها في الترتيب اذا ما نفذتش حكم الرؤيه يرفع دعوه لمن يليها في الترتيب. كل الكلام ده كله لازم يتعالج، لازم يتعالج على ارض الواقع. الجد والجده اللي كانوا بيتكلموا دلوقتي ربطوا الكلام اللي انا قلته، الاستاذ اسلام حسين رد عليا فيه، اما اربط ان هي واخده حقوقها بالكامل، واخده نفقه الاولاد بالكامل، يبقى ادي الحق للاب ورؤيه بدون حكم قضائي. من خلال تواجدك في اروقه المحاكم في قضايا الطلاق والنفقه وخلافه، العدل ونوازن بالعدل، الاب مفروض ابنه يبقى معاه قد ايه في الاسبوع؟ المفروض يبقى معاه يوم على الاقل، يوم على الاقل، يوم على الاقل 24 ساعة. 24 ساعة يعني ياخده بيته وينام معاه ويخرج بيه ويروح ويجي، لزيادة اواصر الثقة والترابط اللي بين الاب وابنه، ونقل قيم وتقاليد وتخفيض سن الحضانة. ده لازم تخفيض سن الحضانة. سن الحضانة دلوقتي كام؟ 15. عايزه يبقى كام؟ اقصاها 10 سنين. عشان؟ عشان مع تطور المجتمع اللي موجود في الموبايلات وفي السوشيال ميديا والتكنولوجيا، الاطفال من سن 8 و7 سنين ماسكين موبايلات وبيخشوا على مواقع وبيخشوا على الفيسبوك وبيخشوا على حاجات كتير. ابتداء من 9 سنين الطفل ما عادش هو الطفل بتاع زمان. صح. اللي ما كانش في ايده الادوات التكنولوجيا دي، محتاج في السن ديت الى الايد الحازمه بتاع الاب، اللي احنا العبره التشريعيه فيها اللي هو سن 15، اللي هو تخلى عن خدمه النساء ولازم يروح الى التوجيه الحازم. فالتوجيه الحازم مع وجود التكنولوجيا دي لازم يبدا من 9 او 10 على اقصى تقدير. لازم الطفل من 9 سنين 10 سنين يبقى في ايد حازمه، اللي امه مش هتقدر توفر ده لطفل. خساره مع متغيرات العصر والمجتمع وتفاصيله. اسلام، لو احنا عايزين نقول حاجه للجنه التشريعيه للبرلمان، لانه المفروض بيشوفوا البرنامج وعايزين ننقل لهم قانون بالمناسبه يكون متوازن لمصلحه الطفل اولا. انا يعني الموضوع ده ممكن يتحل بكره الصبح بقرار من وزير العدل ان هو يغير موضوع الرؤيه ده، يعدله الاستضافه ويلتزم بالاتفاقيات اللي مصر وقعت عليها. لا يملك يا فندم، لان هو الرؤيه اصلا بقرار من وزير العدل. احكام صدرت باستضافه، نسمع بس اسلام. تمام. وفي احكام صدرت بالاستضافه، ده حاجه. تاني حاجه، عايزين ندعم القانون. طيب عندي 500 نائب، ال 500 نائب قعدنا معاهم وقعدنا مع احزاب، عندنا 610 بالظبط. طيب دولت قعدنا معاهم كتير جدا ومحدش قدم قانون محترم يحترمنا الا حزب الوفد.
تمام. عمل ايه حزب الوفد؟ قلل سن الحضانه ل 7 و9، رجعنا تاني لقبل موضوع القانون السوزاني سنه 2004 ورجعها تاني ل 7 و9. اصل احنا قبل 7 و9 دي ما كناش كفار، يعني احنا كنا مسلمين برضو من 1925 لحد 2004 ما كناش كفار، كنا مسلمين، وكانت الحضانه ما بين الاب والام 7 للولد 9 للبنت، وبالتالي الاثنين كانوا بيحترموا بعض. ما فيش حاجه اصلا اسمها رؤيه اصلا. لا كان يعني سن الحضانه 7 و9، 7 للولد 9 للبنت، فبالتالي هو عارف ان هو الولد هيفضل قاعد عندك لحد 7 سنين، فبالتالي ياخده في اي وقت. وعشان انت احترمتيني لحد ما سنه وصل لسبع سنين، بعد السبع سنين اقول لك اتفضلي ابنك في اي وقت. فما كانش في رؤيه اصلا ولا في استضافه. فلو عدينا سن الحضانه مفيش حاجه اسمها استضافه، مفيش حاجه اسمها اصطحاب، مفيش حاجه اسمها رؤيه، تمام. في تربيه مشتركه ما بين الطرفين، هو ده حل الموضوع. مش الحل ان انا اقول له هاتيه انت وهي تقول لي لا اخده، تمام. احنا الاثنين عمالين نقطع في الطفل، والطفل عمال يكبر. في نفس هذه القناه من يومين كان في طفل عور طفل تاني، عندهم الاثنين 13 سنه، عوره بقطر طير له عينيه وقطع له شرايينه، تمام. 13 سنه ده في حضانتك، يعني في طفل يا فندم بيسوق توك توك عنده 8 سنين، والاب يتحاسب قانونا في التعويض المدني. هذا في طفل عنده 8 سنين بيسوق توك توك وبيضرب برشام وبيمشي بالسيجاره، وده بنشوفه كل يوم، عنده 7 و8 سنين، تمام. ما تقوليش انا هستلم ابني عند 15 سنه ويخير ما بيني وما بينها، لا ويبقى شوي اعمل بيه ايه؟ هيجي لي شمام. استاذ حسين، نقول ايه للجنه التشريعيه بتعد القانون؟ وقال القانون اللي بيعد ده محطوط فيه يعني مشروع القانون المقدم من حزب الوفد؟ لا، هو اللي تقريبا يعني العين عليه شويه مش مشروع قانون حزب الوفد بس، كمان مشروع قانون اللي متقدم المجلس قوي المرأة والنائبات ممثلات المجلس داخل مجلس النواب اللي دخلوا في التحالف الكبير بتاع القائمه 120. والحقيقه انا عايز اقول لهم يعني 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 انتم يعني اذا كنتم مؤتمنين على تشريع يحمي هذا المجتمع، هذا المجتمع من هذه الفوضى التي نحياها والتي تتربح منها الحكومة يوميا من جيوبنا في مئات الالاف من القضايا داخل المحاكم. انا مش فاهم اي منطق في الدنيا يخلي ام او اب يروح لقاضي يقول له بعد اذنك اخد اذن بثلاث ساعات او حكم ثلاث ساعات عشان اشوف ابني في مركز شباب جوه سور. الحقيقة دي يعني مسألة غبية جدا. شوفوا فين؟ أنا في تقديري إن إحنا محتاجين نتكلم على قانون للرعاية المشتركة للطفل والمعايشة. قانون للرعاية المشتركة نقول فيه إن الطفل ده هو ثمرة تزاوج اتنين بس، الأب والأم. طول ما هم عايشين هم اللي يشيلوا المسؤولية، هم اللي يشيلوا المسؤولية. أنا مش فاهم أي منطق بالمرة عند المشرع يخلي أمي أنا، بلاش أمها، هي أمي أنا تسبقني في الحضانة، أمي اللي عندها 77 تربي إزاي طفل عنده 9 سنين؟ مين اللي أولى، أنا ولا هي؟ ده تساؤل مهم جدا لازم يطرح على مشرع وهو بيسن قانون الحقيقه. وعشان كده انا بقول ايه؟ بقول انه لو في قانون للرعايه المشتركه، تمام، ممكن نقدر معاه فكره ان في سن محدد، سن محدد لو احنا بنقول مثلا حتى لو عايزين يوصلوا سن الطفوله اللي هو في الدستور يخلوه هو سن الحضانه اللي هو 18 سنه، انا موافقك. لكن التسع سنين الاولى منه اديها للام، والتسع سنين الثانيه اديها للاب، وما تحرمش الام لا في يومين في الاسبوع على الاقل، تمام كده. القانون يلزم الام انها تعيش ايه؟ تعيش مع الطفل اليومين دول، فش أزمة خالص خالص. ده شايف وارد. اللجنة التشريعية هتروح في الكلام ده ولا شايف الاتجاه ايه؟ ده لازم يروح. الحقيقة انه 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 الدولة فرحانة بالشقة اللي احنا فيه، والمحاكم بتلم مننا فلوس بالهبل على على قضايا الطلاق وقضايا النفقات وقضايا الرؤية. يعني اسلام اهو النهارده، انت شفت النهارده حد ولادك في الرؤية؟ لا انا جاي من الرؤية على فكرة، جاي من الرؤية. احنا الرؤية بتاعتي الرؤية لا ما جاش، واخد بال سيادتك؟ لا وشهر واثنين وثلاثه وعشره ما يجيش. الحد اشرف الله يرحمه كان حد من الاصدقاء، انا اسف يعني، من اللي هو كان بيروح يشوف رؤيه لاطفاله في مدينه نصر، وكانوا بيجيبوا بالسنين ما يجوش. فجه في مره جات له جلطه ودخل المستشفى، رفعوا سماعه التليفون لمطلقته، ابعتي الولاد 7 و11 سنه عشان خاطر يشوفوا ابوه قبل ما يموت، ده نفسه يشوفهم. لا مش هيجوا. مات وجنازته شغاله، طب هاتيهم ياخدوا اعزاء. لا مش هيجوا. لا وبعد كده جايين دوران. بيقال كده بالعربي الفصيح قلبها قد من الحجر. القانون اللي حاميها يا فندم، القانون هو اللي 30 ثانيه شاف اتجاه جوه اللجنه التشريعيه، ممكن تاخد بالتوصيات دي ولا لازم عندها موروث تشريعي قديم؟ لا لا لا، اقصى حاجه يخلوا 3 ساعات. الشعب الجديد اللي بدا الفترة التشريعية واللي جايه كمان، اعتقد ان هم اكثر تفتحا على المجتمع مما سبق
من المجالس القديمة، أكثر فهما، أكثر واقعية للمجتمع المصري من اللي فات. فعندي نظرة أمل ليهم مع وجود السيد المستشار محمد أبو شوقة على رئاسة اللجنة الشرعية، أنهم يفهموا ده ويعرفوه ويقدروه ويناقشوه ويطلعوا لنا تشريعات تتوافق مع المجتمع الحديث. هضم صوت لصوتك ولصوت ضيوفي، نرجو من اللجنة التشريعية بمجلس النواب وهي بتعد هذا القانون اللي هيشتمل على جزء يتعلق بقانون الرؤية، يشكله فعلا لجان استماع حقيقية يكون فيها الأب عضو رئيسي ويستمع إلى آرائه بالكامل. والأصل فعلا أن الأب لا تحدد له ساعات لرؤية ابنه، يعني هذه علاقة طبيعية يمارسها وقت ما شاء، اشوف ابني واخده وافسحه واحميه وينام في حضني وسافر، لان هي دي الرؤيه الطبيعيه وهذا هو شرع الله ان جيتوا للحق. لا يؤتمن على الابن اكتر من الاب. مش بقول الكلام ده لان انا رجل والام ايضا، ولكن 3 ساعات في الاسبوع طب استحي ولا استحوا يعني. بشكركم جميعا وبشكر ضيوفي الاعزاء، شكرا الاستاذ اسامه مرتضي المستشار والمحامي والصديق العزيز، بشكر حضرتك وبشكر ضيوف الاعزاء استاذ اسلام بهنسي والاستاذ حسين متولي. بشكركم، شكرا شكرا. حلقتي انتهت معاكم، اشوفكم على خير بكره وكمان يوم السبت الجاي ان شاء الله. نعيشنا كل العمر. السلام عليكم. وعليكم السلام.